وانت بقى رايح تقتل جوزي وكمان عايز تلحف نص ثروته؟ اقتل جوزك مين يا ست انت واخد ثروته ونص ثروته؟ ده شكل واحد عنده نص ثروه، ده انا لو عندي نص بطيخه مش هيبقى شكلي كده. ولا ما تستعبطش، فجيب معايا من الاخر وخليك دغري. انا عارفه ان الزباله دي هي اللي زقاك، خليك شاطر كده وقول لي اتفاقكوا كان على ايه؟ وموضوع الانضاءات والشراكه ده جه ازاي؟ انت والله العظيم المصايب كلها اتجمعت وجت تحت رجلي. ولا ايه يا عم جعيرة؟ رجلي ده ضرب القفص. عشان اصعب عليك صدقني محدش هينقذك غيري، فاحسن لك قولي كل حاجه وانا وعد مني هسيبك تمشي. هو كل حاجه ان انا ما عملتش اي حاجه. انت مش رحت يالا واعترفت على نفسك ان انت اللي قتلته؟ والله العظيم يا باشا هم قالوا لي اعمل كده عشان تاخد براءه. ده انت هتتهان يالا. هتهان وانا لسه هتهان؟ هم كل اللي بيحصل ده يا باشا بروش. وانت بقى مين وايه علاقتك بالقصه؟ عايز حق ربنا يا ريت. عبد صبور اللي عمل كل حاجه. ايه 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 هو كل حاجه عندك عبد صبور اللي عمله والتاني؟ مش ده حق ربنا يا عبد صبور؟ بطلت انا تاني وربنا قال لك تقول لا 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 ده حق الله يا عبد صبور. رحت يالا انت اهو. انت مش رحت يالا اعترفت على نفسك وقلت ان انت كمان شريكه؟ انا؟ انتوا جايين هنا تغيروا كلامكم ليه؟ والنبي ما تضرب القفص بيصعب عليا. خلاص يا عبد صبور. ايه يا كذاب؟ طب احنا شكلنا هنطول هنا وانتوا اللي اخترتوا. شوفوا شغلكم معاه. هاتوه. انت هتعمل ايه؟ لا هتتبسطوا معانا النهارده ان شاء الله. هتودونا فين؟ انا اعرفكوا العفريت مخبي ابنه فين. احنا مش عايزين نعرف العفريت مخبي ابنه فين. انا اعرفك. دي مساله عائليه ما بين العفاريت. طب يلا يلا روش. يلا حبيبي. يلا تعالى لي. ما انا جاي لك اهو. تعالى يا ابيض تعالى. احنا سيبنا لك القفص اهو لو عايز تضربه بقى براحتك. كفايه. انت ايام عملتوا ايه والحكايه دي اتنفذت ازاي يا باشا؟ والمصحف ما نعرف حاجه كده. خلينا للصبح. صدقين صعبان عليا قوي قوي يا حرام. فاكره اني ممكن اعترف لك بكل حاجه في فيديو؟ ده انت هتفضلي تاكلي في نفسك كده وتفركي وتقتليني وبرضه مش هتعرفي حاجه. اما بقى بالنسبه لموضوع الفلوس، فورثه عبد الصبور هيورثوه بموجب الورق اللي اتقدم. خلاص قطعا بالتزوير. يا خساره كله مظبوط. تمام عني ما عرفت. وانت بقى كفايه عليك. انت ده من مين؟ برافو عليك. يعني سبحان الله سبحان الله. يعني شوفي تعرفي بس هفضل ستك وتجرى وبرضه طلعتي غبيه. يلا عربية. يلا ايوه يلا فكوني فكوني يلا. الله يسترك والله فكوني بسرعه. طبعا انت مستغرب انا هاديه كده ازاي صح؟ انا ما قعدتش بستغرب. خلاص هستغرب من ايه؟ بعد كل اللي حصل لي ده في حاجه ممكن استغربها؟ انا خلاص نحست. انت مش عايزاني هادي ومبتسم؟ حلو كده؟ لا انا قصدي يعني بص احنا بقالنا قد ايه مع بعض وهو الحمد لله طلعت حامل منك. حامل مني؟ عندك كلام تاني ولا ايه؟ لا طبعا حامل مني. ولا مش راجل ولا ايه؟ انا بس عايزك تهدي يا حبيبي. انا هادي. بص يعني انا نفسي مستغرباني بس في نفس الوقت مبسوط قوي من الحاله اللي انا فيها. يعني بقول لك تيجي نتغلب على المود ده. نتغلب؟ انت ممكن تاخدي جسمي بس مش ممكن تاخدي قلبي. ايه اللي تعمله ده؟ عشان نتغلب هنتغلب ازاي؟ لا انا مش بص يعني انا قصدي احنا خلاص اتجوزنا يعني ده بقى حقك عليا. يا ست حقك انت عليا. تعالى ابقى معايا. لا عارف ايه بقى؟ ايه ده يا صبور؟ لا مش ده مش ده خالص. ايوه عارفه ده. مش ده يا عبد الصبور مش ده خالص. انا هوريك. هات ايدك حطها هنا بقى كده عندي انا في وسطي انا مش وسطك انت. ايوه كده حلو. اقفل نفسك. عارفها دي عارفها.
يلا خطوتين عندك ورا وخطوتين عندي ورا. يلا وريني. لا ما تعملش راسك كده، انا الست، انا اللي اعمل دي مش انت. والله ما انا بشوفهم بيعملوا. لا هم بيعمل. لا الستات مش الرجال. ليه اشمعنى؟ هو كده ماشي. يلا خطوتين عليا. ايوه واحد اتنين وبقى تنزلني تحت وترفع. ايوه احبها الحته دي. ايوه بحبها دي. نعرف نعمل كده. ايوه يلا. واحد اتنين انا واحد. انا اسف جدا. اسف ايه اللي انت عملته؟ والله لا والله انا اسف. قومني. مش حاضر حاضر. انا اسف جدا. ورايا. عبد الصبور. يا سلام، عاوز انا اروح للضابط محمد واعترف والقضايا المتلتله اللي عليا. اقعد يا عبد الصبور، زمانها كلها بتطلع في شنك دلوقتي قدام الضابط محمد. ازاي يعني؟ اولهم موضوع مراتك ليلى وعشيرها. طاهر اخو مي دلوقتي مع الضابط محمد بيقدم ادله ضد اخته ان كل الاشعه والتحاليل مضروبه. ليه؟ عشان مي تورث لوحدها. وهيتقال له انت ليه ما قلتش الكلام ده من الاول؟ هيقول لهم ما كنتش اعرفه لما عرفت جيت واعترفت. لا يا راجل. وطبيعي هيطلع امر ضبط واحضار لمي لان هما ما يعرفوش انها ماتت اساسا. اما بالنسبه بقى لموضوع الارهاب فبطاطس. بطاطس؟ لان ضابط محمد هيعرف ان ما كانش فيه حزام ناسف اصلا. يا ولاد العيب والعصابه اللي هربتني. هتيجي اخباريه لضابط محمد تقوله ان في ناس هربانين من عيله السنسويه مطلوبين في قضايا ارهاب. عم ثانيه واحده. بلغ اداره مكافحه الارهاب المكان اللي قالها بلغها اسمهم دلوقتي. ايوه بس هي علاقتهم ببراءتي انا هطلع منها ازاي؟ بالادله. ادله تقول ان مي اتفقت معاكم عشان يلفقوا لك انت القضيه وعشان كده هربوك. ده انت عامله حسابك في كل حاجه. عيب عليك. طيب لا يا راجل اعترفوا وفي ادله كمان. يا ولاد اللعيبه. يا ولاد اللعيبة. كده بقى ما فضلش غير حاجة واحدة بس. ايه هي؟ انك تسلم نفسك بنفسك. ولنفترض هروح للضابط محمد واعترف له بكل حاجة، هيقول لي ما قلتليش من الأول ليه يا عينيا؟ هتقول له كنت مستنيني براءتي تتثبت. طب ممكن أطلب منك طلب؟ بس ده ما يزعلكيش. قول. ممكن أنا آخد المانجا وتاخدي أنت الجوافة؟ ولا ده هيأثر على القضية؟ ما انت عامل حسابك في كل حاجة. خد الاتنين يا عبد الصبور. تمام. طب نرمين دلوقتي اشرب جوافة وبعد كده المانجا، ولا اشرب مانجا الأول واقفل بالجوافة، ولا اقفل بالمانجا اقفل عالي؟ أنا حلمت خير اللهم اجعله خير إن أنا ماشي في وسط سنابل قمح زي جلاديتور بالظبط. جلاديتور برضو؟ آه. عارف انت عرفت مكاني منين يا عبد الصبور؟ عرفت مكاني منين انت جايبها عشان تقتلني تاني ليه يا عبد الصبور؟ مش جايب حد والله عشان يقتلك. ما تخافش ما تخافش يا اخويا. يعني انت مش جايب حد يقتلني؟ لا مش جايب حد يقتلك. انا فقدت الذاكره اصلا، مش فاكر اي حاجه يا عبد الصبور. مش فاكر اي حاجه وفاكر عبد الصبور. مش فاكر ما فقدت الذاكره يا عبد الصبور. انت بتعمل كده عشان خايف من البوليس؟ ما تخافش خلاص خدنا براءه. براءه؟ ايوه. ازاي؟ لا ازاي دي انا مش هينفع اقول لك على تفاصيل، المهم ان احنا خدنا براءه. مش عايز اعرف تفاصيل يا عبد الصبور، المهم ان مفيش حد بيجري ورانا صح؟ هو احنا فعلا اتخطفنا؟ امال ايه يا عبد الصبور؟
انت هتعمل لي فيها شكك؟ عبد الصبور ريحني والنبي وقول لي الست اللي اسمها نرمين دي اشمعنى ضربتني انا بالنار وخدتك انت؟ معرفش، هي خدتني وقالت لي روح اعترف للظابط بكل حاجه، وده اللي ينفع اقوله. انا معرفش اي حاجه، ورب الكعبه بعرف اي حاجه. انا عاوز اروح البيت انام، هتيجي معايا ولا لا؟ نروح بيتكم تاني يا عبد الصبور. يا ابني هو في حاجه علينا؟ ما خلاص خدنا براءه، مفيش حد مستنينا هناك. نفسي انام يا اخي في هدوء بقى. هتيجي معايا ولا امشي؟ خليك، انا هروح انام، انا مش فايق لك. عبد الصبور، عبد الصبور، ما بلاش يا عبد الصبور، كفايه اللي حصل المره اللي فاتت. المره دي غير المره اللي فاتت. طب احنا ليه ما دخلناش من الباب؟ ليه نازلين من فوق؟ عايز اعمل لهم مفاجاه يا اخي. ماشي يا سيدي. ايه الصوت ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش عارف. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ ممكن يكونوا فتحوا مشروع. مشروع عيد المزرعه السعيده. تفتكر يكونوا بقى عفش البيت وجابوا شويه بط ورز استرزقوا منهم؟ يا عيني. ممكن. يا سلوى! انا خدت براءه يا سلوى! ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا صفاء! يا اسماء! يا ولاء! ولاء! انت ولاء؟ هو انا بقالي كتير في السن؟ هو مش ده ابو الليف؟ ابو الليف ايه ده؟ هيليفنا كلنا. انا مش عارف، هو الاستاذ محي اسماعيل ساكن هنا؟ هو دول بني ادمين ولا زوم؟ ايدك يا بابا! اوعى! ايه ده؟ ايد حضرتك انت؟ لا مؤاخذة بيه، قعدت مكانك؟ أجيب لك حجر؟ أخيراً لقيتك يا عبد الصبور. كل ده عشان أجيب لك حجر؟ من حقك تنساني، بس على العموم أنا هفكرك بنفسي. أنا سليم الورداني المحامي، وكنت عايز أشوفك من زمان علشان حاجة مهمة جداً. لا يا بيه، أبوس إيدك. أنا ما صدقت خدت براءة وباكل هنا عيش، سيبني. يا عبد الصبور، زي ما أنت عارف أو سمعت إن في مادة في القانون بتقول إن القاتل عن حق يرث، وانت ورثت عن مراتك 120 مليون دولار. مبروك يا عبد الصبور باشا، الف مبروك. هو عمل لك ايه يا باشا؟ خلاني اغمى عليه. لا 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 لا، ولا حاجه ولا حاجه. باشا فوقوه، فوقوه يا بدوي. حاضر يا بيه. هو انت بتفوقه ولا بتعمل له مساج؟ ده باين عليه جات له سكته قلبيه ومات. فوق. هو فين؟ هو فين؟ فين؟ شكلك كده مش هتعديها غير لما تجيب لنا مصيبه هنا. فين الراجل اللي كان هنا فين؟ هو مين؟ كان في راجل بيكلمني. هو انت حد يعرفك هنا اصلا؟ كتك 60 نيله. ايه ده؟ هو انا كنت بحلم؟ لا ما كنتش بتحلم يا زفت. بس قول لي بقى، إيه؟ الراجل ده قال لك ايه بالظبط خلاك يغمى عليك؟ قال لي عايزك في شغلانه هتركب 10 مليون زرار في بدله واحده. مش عارف بقى، قال لي بس هو كده. ولا خش في شغلك، خش في شغلك. حاضر يا بيه. انا مش عارف يا ربي، بس الاشكال دي بتتحدف عليا من انهي داهيه. توب عليا يا رب. خش. يلا لم الكوبايات ديت. يلا يا رجاله نخلص. اخلص يا بدوي. اوامرك يا بيه. انت يا ابني، انت يا ابني مش هتبطل التوهان اللي انت فيه ده؟ انت يا مدهول على عينك. لا حول ولا قوه الا بالله، انت مفيش فايده فيك. يلا يا ابني توهوا، خلونا نقفل ونخلص. امنا لله. اكيد زي ما انت عارف او سمعت ان في ماده في القانون بتقول ان القاتل عن حق يرث، وانت ورثت عن مراتك 120 مليون دولار. أنا عارف إن الموضوع صعب وجه فجأة. يلا نبتدي نتكلم في التفاصيل. تفاصيل إيه؟ أنا ماليش دعوة. وأنا هقول الفلوس دي مش هتيجي لله في لله. أكيد وراهم مصيبة. يا باشا ما ينفعش تخلع. أنت خلاص بقيت المسؤول عن كل الكلام ده ومضيت بكده. مضيت إيه؟ أنا ما مضيتش حاجة. لا مضيت. لا
ليه خليتني اعمل كده يا عم سليم؟ علشان بحبك، علشان تخلص من القرف والفقر اللي انت عايش فيه ده. بان اكون مجرم؟ مفيش حاجة، أنت بتهزر صح؟ بتهزر يا عم سليم؟ الحاجات دي لعب أطفال اللي هي بتضرب ألوان دي صح؟ أيوه دي بجد مش لعب أطفال. صدقني أنا عايزك تبقى أهدى من كده، ولازم تبقى عارف إنك دخلتها بمزاجك من أول ما وافقت على الورث، ودي أول جريمة أنت ارتكبتها أصلاً، علشان كده كنت بضحك، لأنك كنت عارف ومتأكد إن ده مش حقك، ورغم كده وافقت، فبلاش نصيح على بعض. شوف شكله بريء إزاي؟ وبيقلب إزاي؟ أنت عاوز مني إيه بس يا عم سليم؟ بحبك. بحبك؟ أنت كده بتحبني؟ سيبناه يمشي ليه؟ سيبناه يمشي ليه؟ هو اللي إحنا شفناه ده بجد ولا كان متهيأ لنا؟ طب إزاي؟ مش عارفة يا أختي إزاي؟ ما هو قال بلسانه قدامك انه كان متجوزها، اعترف وقال انه كان متجوزها. طب كان ياخدنا انا؟ اخس عليك يا عبد الشكور يا حرامي، ده انا حماتك اللي بتحبها واللي عمرها ما قالت لك كلمه وحشه. بس احنا برضو غلطانين يا حاجه. ايوه يعني احنا ممكن المفروض ننقض عليه، بس بتعطيفه وتلطيفه محايله. ايوه ونبوس رجليه فيها ايه؟ ما هو اخونا، بس ما تسيبوش يمشي. يا اختي ما احنا متصدت شلينا، ما عرفناش نتصرف. يا ريتني ما كنت سيبته يمشي، يا ريتني كنت طبقت في زمره رقبته لحد ما السر الالهي بتاعه يطلع في ايدي. بس هتروح مني فين يا عبد الصبور؟ والله ما هعتقك. اهدي بس يا سلوى، عشان انا الحوار ده كله مش داخل عليا، اكيد في حاجه غلط. يا ستي حرام عليكي بقى، انت هتفضلي تبررينه لحد امتى؟ ما تحسي بيا. ما تخرسي يا ولاء. الله، ما هو اعترف لها انه كان متجوز عليها ومقرطصها مع واحده حلوه وجميله. في ايه يا شيخه؟ وطلعت بهيمه من سنين طويله. اه بتجاز. ايه دي يا ماما؟ ايه؟ لا والله، ده انت الكباره بتاعتنا يا سلوى، انا مش قصدي. ولا قصدك؟ ما انا فعلا كنت بتقرطص السنين دي كلها، وطلعت كمان كنت بهيمه. اه يا اختي معلش. الله اكبر الله اكبر. سيخ ايه؟ سيخ ايه يا استاذ عبد الصبور؟ انت مين؟ انا عمك هلال بتاع الارشيف. طب روح هات لي شاي واتنين ارشيف. ايه اتنين ارشيف دي؟ عمك هلال بتاع الارشيف اللي انت جبتني هنا عشان اشتغل معاك. عم هلال. ازيك عم هلال؟ الله يخليك. هات لي ميه والنبي عم هلال. حاضر. ميه يا استاذ عبد الصبور. انت بتعمل ايه؟ بسجل. سجل. انت هتشكك لي يا عم هلال عشان اعرف ايه اللي داخل واللي خارج. عشان داخل وخارج واحنا في المصلحه. انا جايبك تشتغل عندي عشان تقعد تكتب لي اخد ايه؟ حاضر. ده شويه ميه يا عم هلال، ما طلبتش حاجه يعني. ده انت لو جبت كوز ومليته من هنا كنا خلصنا. حاضر حاضر، تحت امرك استاذ عبد الصبور. امشي. حد ينزلني من هنا يا جماعه، حد ينزلني من هنا، مش عارف انزل لوحدي. يا عم هلال، عم هلال. ايوه استاذ عبد الصبور، نزلني والنبي من هنا. لا لا مش شغلانتي دي، لا 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 لا، انا شاي قهوه بس، انما انزلك ناس تانية غيري. خد يا عم انا نزلني، بقول لك نزلني، خلي عندك دم ونزلني. ما اقدرش انزلك، مش شغلانتي، انا ما انزلش للوضع ده عن اذنك. مش الوضع ده بقى كده يا عم هلال. يا جماعه اي حد يجي ينزلني. العز المقرف ده. الحته دي تخصنا يا باشا. ناوي على ايه يا عبد صبور؟ هاصطاد عصافير. في شجره قدام الفيلا عندي ساعه المغربيه بتبقى معكمه، ساعتها هضرب ضربتي. انت عارف دسه العصافير بكام دلوقتي؟ لا ما اعرفش. ولا انا، بس اما نبيع هنعرف. طيب يا باشا، ودلوقتي قبل ما نخش في الحكايه والدنيا بتاعه الصفقات، انا عايزك تفهم ان التعامل مع الناس دي انت اللي هتبقى في الوش، بس بتوجيهات مني طبعا، ولازم تبقى صاحي واعي ومركز، واوعى حد فيهم يحس انك طيب. انا عايزك تتحول لمجرم قوي، شجاع، شرس، قتال قتلة ما بترحمش. من الاخر عايزك تبقى زعيم بمعنى الكلمه، وجاهز لكل ده.
أبو صبور. إيه؟ أنت بتعمل إيه؟ زعيم بمعنى الكلمة. هو كده هتبقى زعيم؟ باشا، ممكن طلب صغير بس من سعادتك؟ اتفضل. ممكن آخد بناتي معايا الفيلا؟ عايزة أم علي وثلاثة رز بلبن أنا أقلق فيهم يا عم. حاضر، هجيب لك اللي أنت عايزة. حاضر. وبعدين أنا عايزة حاجة تانية برضو. إيه؟ هات لي حاجة بقى بدل القرف اللي أنا لابساه ده، بقالي كتير يعني زهقت بقى يا عمو. يا روح قلب عمو، حاضر هجيب لك اللي أنت عايزاه، بس ممكن أطلب منك النبي طلب. دايلي النهاردة كده عشان ربنا يكرمني في المشوار اللي أنا رايحه ده. هيبقى سبب في اللي أنا طلبته؟ آه. روح ربنا يوفقك يا رب يا عم. والله العظيم ده احلى دعوه سمعتها منك. احلى نوجه، بعشقك يا نوجه، بموت فيك يا نوجه، بموت في تراب رجليك يا نوجه. اي والله يا رب يا رب. في شكلك هتمكيجني. انت ساكت كده ليه؟ اتكلم بقى، صمتك ده بيرعبني. قول لي اي سؤال وانا هجاوبك على اللي انت عايزه، اعترف لك بكل حاجه. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله. الله صلى الله. ايوه كده، استهدى بالله وصلى على النبي. ده شيطان. لا 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 لا، مش شيطان. ايوه لا شيطان، نرجعه تاني شيطان. اوحش حاجه العصبيه والانفعال. ممكن الواحد يضيع فيها، يقع وقع ما يقومش منها. صح. شحاته، سمعنا حاجه تروق الدم. امر معاليك. انا اسف، الاغنيه دي بتروق دم سعادتك. احب أقدم لك نفسي، أنا اللي بإذن الله هخلص عليك. أبص رجلك، ممكن سؤال واحد واحد؟ سعادتك عاوز تقتلني ليه؟ أنا عاوز أفهم بس قبل ما أموت، وبعد كده أعمل ما بدالك. شفت؟ ده اللي بينرفزني. إيه إيه؟ الواحد يقول عايز أسأل سؤال واحد، ولما يتكلم يقول ثلاث طلبات. ما حصلش. تعال نهدهم كده. قلت عايز تموتني ليه؟ اظن من حق اعرف. وبعد كده اعمل ما بدالك. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. طب ليه بتنرفزني؟ وانا اللي كنت ناوي اكرمك، انا اللي حموتك وبإيدي دول. اقتلني وارحمني، ابوس ايدك من العذاب اللي انا شايفه. كده كده الموت هيريحك، مش هنولهولك، اخليك تتمناه وما تطلوش. انا هدوقك العذاب الوان. هو انا اقول لك ما تموتنيش مش عاجبك، اقول لك اقتلني مش عاجبك؟ انا غلبت معاك. عجاتي. عجلاتي؟ انت هتنفخني؟ عينك عليه، اوعى عينك ترمش. انا رايح افطر وراجع. راجع لك حبيبي، راجع لك. مستنيك. انا قاعد هنا مستنيك. انت بتفطر دلوقتي؟ عم نجاتي، هو في ايه؟ مين ده؟ نزل. ما تبصش وراك. ايه؟ انت معاهم ولا معايا؟ معاك. بقول لكم دوروا لي
عليها تقولي. انت كنت فين يا استاذ؟ اعوذ بالله. يا لقيت مقربه الشجر بيتكلم. ايه شكلي بايظ قوي ولا ايه؟ انت مين اصلا؟ انت مين؟ ما هو من ولادك. لولا انا ست عقله كان زماني قتلتهم لك. الله دي التسريحه حلوه والقصه جميله. ايه القصه الحلوه دي؟ انت كنت فين اصلا؟ انا كنت فين؟ كنت الواد ابننا قريف شويه فقلت ما افسحه حبه بقى. تفسحه؟ ما هو انا هعرف كنت فين وايه اللي حصل وبالتفصيل، بس مش وقته دلوقتي، لازم التيمبو يبقى اسرع شويه. سيادتك تقوم حالا تاخد بنتين اللي بره دول تربيهم عند امهم وبالمره تطلقها. وبالمره تطلقها؟ ايوه تطلقها، بس المره دي بقى هشوف الورقه بعيني بعد ما تتسجل في الشرع العقاري، هي وشهاده ميلاد ابنك. بقول لك ايه، هو شكلي وحش قوي؟ لا 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 خالص، انت شكل الاسد اللي هو كان معاد الامام ده في المسرحيه اللي كان بيقوم ويقعد معاه. اطلع اقتلهم لك دلوقتي، هطلع اقتلهم ليه بس؟ هم مالهم؟ شكلك حلو جدا والله، شكلك جميل جدا بجد؟ بجد. الله ايه العسل ده؟ الله اثبت اللوك؟ هو ثابت، مش محتاج حد يثبته، ده هو مش عارف ثابت كده ازاي. ما تلعبيش بقى في شعرك كتير. مش هلعب خلاص، مش هلعب. ممكن حاجه تخرج من شعرك تهبش ايدك، ما احنا مش ضامنين الاحراش اللي على دماغك دي فيها ايه. ايه ده؟ مفيش، اصل انا في مصيبه ولا ايه؟ مفيش اي حاجه، انا بس جعت يعني فقلت اجي اكل اي لقمه من المطبخ. جعت انت تستعبط؟ بصراحه انا قاعد هنا عشان هربان من العفريت، وقلت استنى لحد ما تنام واخلع من البيت ده واهرب. تخلع منين؟ ده انا ما صدقت انك جيت، انا عايز حد يشاركني القرف اللي انا عايش فيه هنا. على اساس ان انا ما شاركتكش قبل كده قرف يا عبد الصبور؟ انا بصراحه تعبت من مشاركتك وزهقت وهمشي يا عبد الصبور واسيب. عايز تمشي وتسيبني؟ ده اخر كلام عندك؟ نرمين يا نرمين. اسكت يا عبد الصبور. نرمين ايه؟ اسكت. ممكن تسمعك بجد؟ فين الزفت؟ بيكو جيكا بيجام، ها 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 ها، كابيكو جيكا بيجام. صدعتني يا اخي. غصب عني، غصب عني قتلته، قتلته. ابعد عني استاذ عبد الصبور. ابعد عني، انا قتلته استاذ عبد الصبور، قتلته. البص عبد الصبور، انا خلاص بقيت استفاحه عبد الصبور، انا قاتل، انا قاتل. اين الجثه؟ اين اداه الجريمه؟ ما هي الدوافع؟ اعترف. طيب هنا من بدري؟ من قبل ما تقتله. انت عرفت كل حاجه؟ انا جاي اقول لك ان الضابط محمد قاعد تحت بقاله ربع ساعه مستنيك. طب بلغت عني؟ لا يا باشا، ده هو جه لوحده. عم هلال. ايه؟ البتاعة دي معرفش، هي جاية لي كده. واللي انت لابسه في ايدك دوت، انت سفرجي ولا ساحر؟ الطقم ده كله جاي على بعضيه كده. الضابط محمد اقدم له ايه؟ طلع له ارنب من كمك. امشي يلا اتكل على الله. عايز مين الضابط محمد ده؟ اهلا اهلا اهلا، ازيك يا محمد بيه؟ اهلا بيك يا عبد الصبور باشا. انا اسف لو كنت جيت لك في وقت غير مناسب يعني، او بوظت لك بروجرام يومك، بس بعد ما عرفت اللي انت وصلت ليه ده قعدت اكل في نفسي وقلت طب ليه؟ ما انا اجي لك على طول ابارك لك. الله يبارك في سعادتك. مالك مستغرب ليه؟ لا ابدا، اصل انا لسه صاحي ما خدتش البريك فاست بتاعي. تاخد البريك فاست معايا؟ حضرتك بتحبه كونتيننتال ولا اورينتال؟ لا والله انا فطرت فوليانتال دي. مأكولات شعبيه كده، ما تلاقش بسعادتك، انت بقيت مليونير دلوقتي. مليونير انت ما تعرفش حاجه؟ طب ما تعرفني. ما انا كنت عاوز يعرفك. ايه محمد بيه؟ هو في ايه؟ مش ناوي تسيبنا بقى في حالنا؟ عايش في امان انا والبني ادم اللي انا بحبه ولا ايه يا قلبي؟ طبعا يا روح قلبي، ما تسيبني بقى محمد بيه، اعيش في امان مع الست الوحيده اللي حبيتها في حياتي. سيبنا نربي ابننا. ابننا دلوقتي بسم الله ما شاء الله بقى عنده سنتين،
سعادتك لو جيت لي بعد اسبوع هتلاقي ممكن يكون في الاعداديه. انا والله ما اعرف ازاي. لا يا راجل، ابن ايه ده بقى؟ اخرس محمد بيه، نورتنا. تحب تشرب حاجه؟ لا ما بستطعموش. اللي هو ايه بالظبط؟ الحرام. مع السلامه محمد بيه، نورت يا باشا. والله ما قلت له اي حاجه. عارف انك مذاكر، لانه لو حصل رقبتك انت وعيلتك هتطير. مهم، بفكر ان احنا نخرج النهارده نشم شويه هوا بالليل. ونخرج ليه؟ ما احنا قاعدين هنا حلو. انا قلت نخرج. ايوه نخرج، القعده هنا بقت ممله قوي. يلا رايح فين؟ انا بقول بالليل. بالليل ايوه، في التراوه. في التراوه والجو بقى تحفه كده. وانا اقعد اعمل ايه بقى كل دوت بقى لغايه بالليل؟ انت تطلع تنام شويه وتريح عشان انت تعبت قوي. تعال تعال بس. انا لسه صاحب النوم. تعالى بس. احسنت احسنت يا عم الحاج، لفتها لفه ولا بتاع الكنافه؟ احسنت. كنافه ايه؟ كنافه ايه؟ مش بتسقفوا للراجل ده؟ اسكت خالص. لا ايه ده ايه ده ايه ده؟ بقول لك ايه؟ لا مش انا بتاع الحركات دي، اتعملت فيا قبل كده. عايزاها تاخديني بره وتقتلي نفسك، وكل واحد عايز لبس نسيبه لبس انا. اهدى اهدى. بقول لك ايه؟ احنا كده مش هينفع نقعد كتير مع بعض. بص حبيبي، انت تاخد الحبايه دي اوكي عشان اعصابك تروق كده وتبطل توتر. مش عايز ابرشم. هتاخد الحبايه يا عبد الصبور. هتبرشمين ايه؟ خد الحبايه يا عبد الصبور. ما كيسو تشيدا تيكوزا كوستوما كيسو تشيدا. طب اتكلمنا احنا؟ سيكي تستوبر لاندو كونتا تشيرتامينتا. تشيرتامينتي؟ سي تبرلو كونتا. كنت تيتو بيتعرف عليك. اهلا وسهلا. تشاو كومستاي توتو بينا. اهلا وسهلا. كوزا فاي كوا عند بانو كوز ميه حلو. ديمي ديمي كوزا ستاي فاتشندو تو دي بانو كوا ان كوستو جوكو. بس يا جدع بس يا جدع تعالي الكلام. تو ساي فورت تو ساي فورت برو. ايه عشر ياو ستاي فاتشندو ان بل جوكو كوي تو. ايه ساي فورت برو. ايدك تقيله يا جدع. تو ساي مافيا مافيا ايجيبتو نو مافيا ايطاليانو بيتزا تو مكرونه. بيتزا ومكرونه. انا من رايي ان انت تخش الحمام وقبل ما نمشي حي اخدك تروح مع بعض. Vorrei sapere cosa state dicendo, no? Cosa state facendo? Giochiamo. Omar, Omar, Omar qua sul tavolo. La roulette Omar, trapisa. ترابيزه. سي ادي العرفه دي ترابيزه. دي ترابيزه. تابولو ايطاليانو تابولو. انا من رايي انك تبتدي نتكلم في الديتيلز بتاعت الديل. اه الديتيلز. اوكي احنا سيبنا كله لسليم، كله مع سليم. كله مع سليم. كله مع سليم. اوكي احنا جايين عشان نسلم على الباشا ونشوفه ونمشي. هو فين؟ انت المفروض. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تشاو كوم ستاي توتو بينا. اوعى تكون بتشتم قسما بالله. اديك بالي في رجلي انا ما يهمنيش حد. اسولوتامينتي نو واردا تيلي جورو سو ترانكويلو ستا ترانكويلو. ممكن نرقص؟ شرطامينتي سي. خلاص انت براحتك بقى، ارقص مع المدام وانا اخد المدام ونرقص. هتاخد المدام وانا ارقص مع المدام؟ يس. والله انت راجل كريم. كريم انت راجل كريم. جراسي 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 مارجريتا مارجريتا رز قليل. ديامو. بريف. جراسي. بريف.